بالأمس يجول يصنع الخير العظيم وينادي بالحياة يشفي جرح المتعبين. كان حبه عشيبا إذ أحب الآثمين، ذا لأنه يسوع قد أحب كل حين. قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب، قد رواها لي حبيبي ساعة الصمت الرهيب، وهو مسحوق الفؤاد وهو مجروح الجبين، قد رواها لي حبيبي بالدم الغالي الثمين. بينما الحب يزول كان فكر الحاقد كيما يقتل يسوع إذ أحب حتى تنتهي الرواية. قصة الحب الثمين حتى تكتب النهاية، مات بين المجرمين. قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب، رواها لي حبيبي ساعة الصمت الرهيب، وهو مسحوق الفؤاد وهو مجروح الجبين، قد رواها لي حبيبي بالدم الغالي قد أهين الحب ظلما، قد أهين بالصليب، منطق الناس تلاشى إذ بدا الحب السكيب. إنه حب سيبقى أبد الدهر يكون، ليس حب مثل هذا صادقا دوما حنون. قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب، قد رواها لي حبيبي ساعة الصمت الرهيب، وهو مسحوق الفؤاد وهو مجروح الجبين، قد رواها لي حبيبي بالدم الغالي الثمين. أي حب قد تناهى مثل حبه العجيب، أي حب مثل هذا قد بدا بعد الصليب. اعلن معي في هذا المساء، كل حب في الوجود نبعه حب يسوع، كل حب في كياني رده حب يسوع، حب في الوجود نبعه حب يسوع، كل حب في كياني رده حب يسوع، كل حب في الوجود نبعه حب يسوع، كل
هللويا هللويا هللويا. أشكر رب معي لأجل هذا الحب الذي ظهر في الصليب في شخص الرب يسوع الحبيب. كل حب في الوجود نبعه حب يسوع. ما أعظمك يا رب، قل له ما أعظمك. أشكرك يا رب لأجل هذا الحب، هذه المحبة التي تجلت في الصليب. لك كل المجد. هللويا. جلجثة قد صار يوم سيدي، والجنود تسعى كي تخلي الطريق. إذ تزاحم الجميع ليروا كيف يكافأ الصديق. كان ينزف حبيبي بسياط وبتاج الشوك ربي ملكوا. بصراخ الهازلين وبحكم موت العار كرموا. في طريق الجلجثة صار إلهنا الحبيب، صار طوعا واختيارا للصليب. قبل يسوع الموت من أجلي ومن أجلي. في طريق الجلجثة صار الحبيب إلى الصليب. صاغوا ربي للذبح أخذوا، وهو المسيح الذي انتظروا. وحسنه للغدر فاق آلام جنبه المقعود. في طريق جلجثة صار إلهنا الحبيب، صار طوعا واختيارا للصليب. قبل يسوع الموت من أجلي ومن أجلي. في طريق الجلجثة صار الحبيب إلى الصليب. صار الحبيب إلى الصليب من أجلي ومن أجلك. بالصليب
صار الرب حتى يأخذ اللعنة عني وعنك ويعطينا البركة. رفع المسيح على الصليب أخذ خطايانا وأثامنا ليمنحنا بره، أخذ موتنا ليعطينا الحياة الأبدية. أحبنا بهذا المقدار إذ أنه مات من أجلي ومن أجلك. نوقف مع بعض ونعلن موت الرب يسوع. نقول له يا رب إحنا جايين نقول لك إنه إحنا منحبك، نحبك لأنك أنت بتحببتنا أولا. قد مات بالصليب عني هذا الحبيب، فحبه لذا عجيب. تعالوا يا خطاه يواهي بالحياة، فحبه يعطي النجاة. إني أحبه إذ مات من أجلي، وحبه يحلو إذ غفر ذنبي. إني أحبه، إني أحبه إذ مات من أجلي، وحبه يحلو إذ غفر ذنبي. تعالوا ذوقوا وانظروا، هذا ربي ومالك قلبي. كنت في حيرة مرشدين، إبليس قد أذلني حتى أتى الحبيب لقلبي الكئيب، لفاتحة ما برجنا. إني أحبه إذ مات من أجلي، وحبه يحلو إذ غفر ذنبي. إني أحبه إذ مات من أجلي، وحبه يحلو إذ غفر ذنبي. تعالوا ذوقوا وانظروا، هذا ربي ومالك قلبي. حتى الآن أعيش في اطمئنان، إذ اسمي في سفر الحياة، ومسكني هناك مع زمرة الأملاك. أشتو لمن أحبني، إني أحبه إذ مات من أجلي، وحبه يحلو إذ غفر ذنبي. أحبه إذ مات من أجلي، وحبه يحلو إذ غفر ذنبي. تعالوا ذوقوا وانظروا، هذا ربي ومالك قلبي. تعالوا تعالوا ذوقوا وانظروا، هذا ربي ومالك. هللويا، مبارك اسم يسوع. أجواء في ذاك الوقت ما كانتش زي اليوم، كل يعني مرتاح، لكن كانت أجواء مليانة صراعات، مليانة تحديات، مليانة سؤالات وتساؤلات. شو اللي عم بيصير؟ إيش اللي عم بيحدث؟ رب المجد عم بينصلب، رب المجد عم بيموت، كيف هذا معقول؟ أكتر ناس كانوا مخبوطين هن التلاميذ اللي ما كانوش فاهمين شو اللي عم بيصير. تناقضات رهيبة كانت عم تحدث. قبل كم من يوم شافوه عم بيمشي على المي، وقبل جمعة كان عم بيقيم لعازر بعد 4 أيام. وكيف هيك يصلب
بهذه الطريقة، لدرجة أن الطبيعة كانت كمان عم يعني حزناني على موت الرب يسوع، زي ما بقول في لوقا 23 عدد 44 بقول: وكان نحو الساعة السادسة فكانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة وأظلمت الشمس وانشق حجاب الهيكل من وسطه، هو ذا قد صار ليل مظلم نصف النهار. كم واحد بيعرف هاي الترنيمة؟ ترنيمة قديمة قديمة. صوم
أشكر رب معي لأنه هو اللي ارتضى أن يدفع كل القصاص والثمن الغالي اللي كان علينا، سدد المسيح بالكامل من أجلنا على الصليب. وإحنا واقفين خلينا نقرأ مع بعض من أشعياء 53 أول 7 أعداد، ونعلن هذا الإعلان عن هذا الشخص العجيب، الرب يسوع الحمل المذبوح عنا، اللي صار كل الطريق من أجلي ومن أجلك لكي يدفع ثمن عقابي وعقابك. وإحنا واقفين مع بعض نقرأ هذه الأعداد قراءة جماعية. من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه، محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، لكن أحزاننا حملها، وجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا، ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه. أمين. يسوع يسوع فداؤنا سلامنا رجاؤنا، يسوع يسوع متوج طول المدى مليكنا، نعطيه كل المجد وكل الإكرام. نعبد الرب في هذا المساء بهاي الترنيمة، فعلا وإحنا عم نصلي ومنرنم هاي الترنيمة، صلي الرب يلمس قلوبنا ونفوسنا وأفراحنا وأفكارنا، حتى نتأمل بمحبة الرب وبالثمن اللي دفعه يسوع من أجلنا على الصليب. مستر عنه الوجوه، محتقر منا هنا، كعرق أرض يابسة، قد عاش فيما بيننا، لا منظر فنشتهي ولا جمال أو غنى، لكنه ذاك الذي تحمل أوجاعنا. يسوع يسوع فداؤنا سلام، فسيق لي صلبي كشاة محتملا تعيرنا، ومات عنا ودفن في القبر مع أشرارنا. فداؤنا
سلامنا رجاؤنا يسوع يسوع متوج طول المدى مليكنا كان عقابنا اللهي وكان عدلا حكمنا لكن حبه العشير لم يحتمل هلاكنا فجاء من أعلى سماء كي يصلب في هللويا. خلينا واحنا هيك بروح الصلاه نطلب نرفع في هذا المساء مع اخونا لطف كلمه صلاه فيها نعظم الرب. مضروب ومسحوق من أجل الأثام بالفعل تقديم سلامنا عليك. رضينا أن يرى تسكب للمرء نفسك وحصيت مع الأثم بذاتك والمعظم حتى كل شيء عمر كيف أعطينا يا أمين عيروك أهانوك وبسطوك عليك رب حيحطوا عليك رب كليل الشوكة وتمسخر عليك قالوا عنك من الملك بالفعل أنت ملك الملوك أنت رب الأرباب من أنت باسم يسوع الذي أعطي من السماء أين الناس بهم لها أن أخلص اسمك رب فوق كل اسم نرفعك ونعليك ونشكر لأنك رضيت يا رب أن تصل بين الأشرار مع أنه إحنا يا رب المذنبين إحنا الخاطئين لكن محبتك يا رب فاق كل وصف محبتك فاق كل كلمات معظم محبتك يا رب ليتك في هذا المساء تزورنا يا رب زيارة خاصة تيجي يا رب اسقينا من هذه المحبة أعطينا أن نتلذذ في حضورك في هذا المساء وعظمك يا رب غالبك ليتك تزور يا رب كل نفس يا رب في هذا المساء يا رب تفتح عينينا يا رب بعد ما عرف قوة الخلاص نعلم الصليب هو قوتنا نحن المؤمنين للخلاص نعلم مجدك نعلم حضورك في وسطنا نرفعك ونعليك لأنك أنت صالح لهذا المحبة اسمك صالح في هذا الأمين هللويا. خلينا نقدم للرب في هذه الترنيمة كل السجود والإكرام. قول قرار الترنيمة هذه نسجد للحمل المذبوح. هو الحمل المذبوح على الصليب لكن هو نفس وقت حمل لكنه ملك منتصر لأنه قام في اليوم الثالث. فخلينا نقدم له كل السجود وكل الإكرام في هذا في هذه الترنيمة. Should do.
جايين نسجد إليك في هذا المساء، اعلن سجودك للرب، للرب جاي نسجد يا رب، لأنك أنت الحمل المذبوح، أنت اللي أخليت نفسك، كونك الملك المنتصر أجيت يا رب حتى تموت بدلا عني وعنا. أشكرك يا رب لأنك مت بدلا عني، أشكرك يا رب لأنك ذبحت لكي تفديني، لكي تعتقني من عبودية الخطية يا رب، وتنقلني إلى حرية مجد أولاد الله. نعظمك نباركك أيها الرب، ونشكرك من كل قلوبنا. مبارك اسم الرب يسوع، مبارك اسم الرب يسوع. خلينا نصلي في هذه اللحظات، قول يا رب يسوع أنا جاي عندك، جاي عند الصليب في هذا المساء. مهما كانت الأحزان، مهما كانت التحديات، مهما كانت الصعوبات، مهما كانت الألام اللي أنت عم تجتازها، يسوع دفع ثمنها مسبقا على الصليب من أجلك، حتى يعتقك، حتى يحررك، حتى يفكك، حتى يعتق حياتك من كل عبودية، من كل أحمال وأثقال. فهذه الليلة بكل بساطة يسوع ينادي على كل واحد فينا، تعال تعال نتقابل معا عند الصليب، اصعد إلى الجلجثة مع يسوع، هناك ارفع عينيك على الصليب، ارفع عينيك على المصلوب يسوع اللي أحبك واللي دفع كل ما تحتاج إليه. فقط آمن إنه يسوع عنده قوة في هذه الليلة بصليبه، إنه يرفع الأحزان والألام ويشفي الجراح، يتعامل مع كل التحديات، مع كل الضعفات، مع كل السقطات، مع كل الأمور اللي مؤلمة حياتك وحياتك، لأنه هو يتألم بدل عنك، هو يتألم من أجلك، هو اللي يتألم لأجلك، هو اللي أحبك وأحبك. هو بنادي على كل واحد فينا. خلينا بالترنيم اللي جاي اللي بعده يقولوا يا رب تعال، أنا جاي إليك، أنا جاي إليك، تعال بقلبك، تعال بفكرك عند يسوع، حط أحمالك عنده، حط التحديات عنده، حط الصعوبات، حط مخاوفك، الأمور اللي مرعبة قلبك وفكرك حط عند الصليب. قولوا يا رب أنا بآمن أنه في قوة بين صليبك في هذه الليلة، قادر تتعامل مع هذا الضعف، قادر تتعامل مع الخوف، قادر تتعامل مع الجراح، قادر تتعامل مع التحديات، مع كل ألام، في اسم الرب يسوع، في قوة
يا رب في صليبك اليوم يا رب أنا جاي واثق يا رب يسوع إنك أنت قادر تزيح كل الجبال الواقفة قدامي، كل الأكام، كل الجبال، كل التحديات، كل العراقيب، كل يا رب الفخاخ، كل يا رب يسوع المصائد اللي زرعها العدو في هذه الليلة في اسم يسوع تخرب، في اسم يسوع تنحل، في اسم يسوع تبطل، كل قيود، كل مرات وإبليس وقعك فيها في اسم يسوع في هذه الليلة يا رب، الرب يزيحها من أمامك، الرب يزيلها من أمامك، الرب يسير بوجهه أمامك، هو اللي قال ومكتوب عنه جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. في قوة الليلة بصليب الرب إنه يرفع كل هذه الأمور، يغير كل هذه الأمور، يتعامل مع كل ضعف في حياتك، يتعامل مع كل تحدي في حياتك، إن كنت تؤمن، إن كنت تؤمني بعمل صليب الرب يسوع، بعمل صليب الرب يسوع. يسوع دفع ثمن خطايانا، يسوع دفع ثمن أحزاننا وأوجاعنا، يسوع دفع ثمن أمراضنا، اللي بيقول الذي بحبره شفينا في اسم الرب يسوع. في قوة للشفاء، شفاء نفسي وفكري وروحي وجسدي عند صليب الرب يسوع. هل نيجي عند الرب؟ يسوع بينادي عليك، بينادي علي، يا ريت نتجاوب ونقول يا رب يسوع ها أنا جاي بالإيمان، أتقدم بالإيمان، أتفاعل بالإيمان، أتجاوب مع دعوتك مع صوتك. هل جلست في هدوء ونظرت للعلاء وتأملت صليبا بين أرض وسماء فوقه الحب تجلى بجراح ودماء صافحا عن صليبه بصلاة ودعاء صافحا عن صليبه بصلاة ودعاء يسيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضمير يشيع سلام ينير الظلام فيبصر حتى الضريب مسح الدمع السكيبة من عيون البسطاء نازعا حزن الحزانة زارعا فيهم عزاء غافرا كل الخطايا شافيا من فيه داء رافعا كل البلايا دافعا كل الشقاء رافعا كل البلايا دافعا كل الشقاء يسيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضمير يشيع السلام ينير الظلام تذوقت سلاما ونعمت بالفداء
مسيح بدماءه أجزل لك العطاء راضياً بحاضناه حتى يغني الفقراء جاء للإنسان نوراً مالحاً له الضياء جاء للإنسان نوراً مالحاً له الضياء أشكر رب إنه بالإيمان استقبل يا رب في هذا المساء شفاء، بالإيمان نستقبل في هذا المساء حرية، بالإيمان في هذا المساء نستقبل عتق من كل عبودية، من كل خداع الشيطان، من كل ضلالة، من كل أفكار رماها العدو، كل سهام شريرة إبليس أطلقها على أفكارنا، على حياتنا، على مشاعرنا، على عواطفنا، من كل زيغ وعدم وخداع إبليس ضللنا فيه. في هذا المساء نعلن نور إنجيلك، نور الحق، نور الروح القدس يا رب. الروح القدس تيجي يا رب وتكشف يا رب يسوع خبايا العدو، تكشف كل خداع العدو، تكشف كل ضلالة العدو يا رب. هذه الليل يا رب أنا بصلي يا رب لأجل نفسي ولأجل إخوتي وأخواتي وكل من يتابعنا عبر المواقع في هذه الليلة، حرية من كل عبودية الشيطان، حرية من كل يا رب يسوع يا رب كذب وخداع يا رب يسوع إبليس يا رب يسوع رماه على حياتنا. عشنا في كذب وصدقناها، وعشنا في أفكار يا رب يسوع تبنيناها، لكن في هذه الليلة يا رب يسوع نحن نقف أمام صليبك، نقف أمام عمل الصليب ونعلن يا رب أنه في الصليب يا رب يسوع دفعت كل ما علينا، بالصليب سددت كل الدين، بالصليب يا رب يسوع هناك يا رب يسوع سمرت الصك يا رب يسوع بمسمرا إياه في الصليب يا رب، محيت الصك اللي علينا. أشكرك يا رب يسوع لأنك سددت كل خطايانا، شكرا لأجل وعدك اللي بيقول لا دينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. نعلن في هذه الليلة يا رب رفعة روحية لشعبك، نعلن في هذه الليلة نصرة لشعبك، نعلن في هذه الليلة يا رب إطلاق لكل يا رب قيود وكل يا رب ربط الشيطان اللي ربطها لشعبك يا رب. في هذه الليلة يا رب شفاء وبلسمان شفاء على كل جراح وكل ألام فكرية نفسية بالمشاعر بالأفكار يا رب. نعلن في هذه الليلة غسيل بالدماء، رش دمك يا رب يسوع علينا، هذا الدم اللي سفك في الصليب يرتش على كل جسد، على كل نفس، على كل فكر، على كل يا رب مشاعر. الآن يا رب تطهر، الآن تحرر، الآن تغير، الآن تطلق، الآن تبارك يا رب الروح القدس يا رب بالدم الكريم يا رب وبنارك المقدسة تقدس أوانين يا رب يسوع. شكرا يا رب يسوع، جايين نشكرك في هذه الليلة، جايين نحمدك، جايين نسبحك، جايين نعظمك يا رب يسوع يا رب، لأنك مت بدلا عنا، مت لأجلنا، مت يا رب لكي تعتقنا، لكي تحررنا، لكي يا رب يسوع ترفع كل يا رب عقاب وكل دين عننا. شكرا يا رب لأنه نير العبودية انكسر في هذا المساء عن كل واحد في اسم يسوع، الفخ انكسر ونحن انفلتنا عوننا باسم الرب إلهنا. هللويا هللويا، مبارك اسمك يا رب يسوع. جايين نعلن حبنا إلك، جايين نعلن ولائنا وانتمائنا إلك، جايين نقول لك يا رب يسوع نحبك يا رب، نحبك يا رب، نحبك يا يسوع، نحبك يا رب. وأيضا يا رب نعبدك بعطيانا وتقدماتنا، نعطيك مما أعطيتنا، نقدم عطيانا كعبادة يا رب نقدمها ونكرسها لمجدك، ونحن عم نعلن عن محبتنا لإلك يا رب يسوع، عن عطائك العظيم يا رب، وعن حبك اللي ينسكب، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا فيها بالروح القدس المعطى لنا. أسكب روحك علينا يا رب،
أسكب محبة جديدة يا رب يسوع، محبة متجددة جددتنا وتجددنا يوما فيوما بقوة وبعمل الصليب يا رب، الروح القدس يا رب، هذه المحبة التي ظهرت في الصليب يا رب يسوع تلبس قلوبنا وتتلامس مع حياتنا. احنا ما بدنا يا رب نعيش بتقاليد ولا بعادات ولا بفرائض، لكن نحيا حياة جديدة، حياة حقيقية، تلامس حقيقي، إعلان حقيقي بالروح القدس لكل واحد فينا، لأنك أنت حي فينا بالروح القدس. هللويا، نعظمك نمجدك يا رب يسوع، نتبعك يا رب من كل قلوبنا، ونحبك من كل قلوبنا، ونعطيك كل إكرام وكل شكر في اسم يسوع. هللويا هللويا. نرنم آخر ترنيم بينما نعبد الرب تقدماتنا وعطيانا، لأنك مت لأجلي. لأنك مت لأجلي، لأنك حملت عاري، لأنك أخليت نفسك، أحببتني للمنتهى، لأنك مت لأجلي، لأنك حملت عاري، لأنك أخليت نفسك، أحببتني للمنتهى. أحبك يا ربي، أتبعك من كل قلبي، أنا لك كل عمري، أحبك أتبعك، أحبك يا ربي، أتبعك من كل قلبي، أنا لك كل عمري، أحبك أتبعك. أحبك يا رب من كل قلبي، أتبعك من كل قلبي، أنا لك كل عمري، أحبك أتبعك، لأنك مت لأجلي، لأنك حملت عاري.
عبر عن حبك للرب. حبك يا رب، حبك يا رب. قول يا رب أنا بحبك، أنا بحبك، أنا لك يا رب أتبعك كل عمري. شو ما صار، مهما حدث، مهما كانت التحديات، مهما كانت الصعوبات، مهما كان الموج العالي، مهما كانت الأمور والجبال الواقفة، أنا ماشي معاك، أنا ماشي معاك. حبك بيجذبني، حبك بيرفعني، حبك يا رب بيسندني، حبك بقويني، حبك يا رب يسوع بيدفعني لكي أقوم من جديد يا رب، وأقوم أمشي وأسير وأتابع يا رب رسالتي ومسيرتي وهدفي في هذه الحياة، أن أمجد اسمك، أن أعظم اسمك، أن أصنع مشيئتك وإرادتك في حياتي. مهما صار، مهما حدث، مهما كان، أنا لك يا رب، أنا لك. اعلم معاي، قول يا رب أنا لك ولغيرك لن أكون، لن أكون، لن أكون، أنا لك يا رب. حبنا يا رب إلك بيزداد يوم بعد يوم، حبنا إلك يا رب يسوع بيرجع يشتعل من جديد في قلوبنا يا رب يسوع بالروح القدس. اشعل كل جمرة في وسطنا يا رب، تعال بمذبحك يا رب، جمرة على مذبحك، طهر وقدس واشعل قلوبنا بمحبتك، هذه المحبة اللي ظهرت في الصليب يا رب. هناك أحببتنا بهذا المقدار، إذ بذلت وقدمت نفسك لأجلنا. إلك كل الإكرام، إلك كل الحمد، إلك كل الشكر. اقبل هذه الذبيحة، نرفعها أمام حضرتك، ذبيحة إكرام، رائحة سرور تصعد أمامك يا رب، فتشتمها فننال الرضا وتبتسم لشعبك. لك كل الإكرام. نصلي أيضا لكي تمسح كلمتك لنا في هذه الليلة بمسحة الروح القدس. كلمنا، علمنا، دربنا، فهمنا يا رب. افتح أذاننا وأذهاننا لنعرف الحق، والحق يحررنا في اسمك القدوس. بركة على كل عيلة وكل بيت، كل من يتابعنا وكل من هو موجود معنا، لمجد اسمك القدوس أصلي. آمين.